السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل مشاهدينا في كل مكان، ولقاء جديد وشرح جديد من شروحات كورس فار فايتنج يقدمه لكم مهندس طه أبو النور من قناة مواهب وإبداع. عرفنا في المحاضرات اللي فاتت كل ما يخص الووتر فار فايتنج سيستم، ودرسنا فيه بالتفصيل الجزء المانيوال سيستم بما يخص ستاند بايب أو الفاير هيدرانت، ودرسنا كذلك الاوتوماتيك ووتر فاير فايتنج سيستم، ده بيكون بيعتبر او بيكون بواسطه السبرينكلر سيستم. ان شاء الله في المحاضره دي هندرس الجاز سيستم، ونكمل ان شاء الله في المحاضره الجايه برضو ما يخص الجاز سيستم. الجاز سيستم فيه حاجتين، او اما مانيوال او اوتوماتيك. الاوتوماتيك بيختص بالغازات بتشتغل اوتوماتيك بواسطه سلندرز ونوزل وبايبس وشبكه، شبكه زي شبكه الووتر لكنها بيكون الفلويد غاز. طيب انا عندي المانيوال بتتكون من اللي هي الفاير اكستنجوشرز، اللي هي طفايات الحريق. طفايات الحريق منها اشكال كتيره طبعا وانواع كتير واستخداماتها كتير، وليها طبعا ريكومنديشن في اختيارها. طيب انا عشان اختارها لازم اكون عارف كل طفايه بتختار لانهي نظام، فعشان اعرف كل طفايه بتختار لانهي نظام لازم اكون عارف كذلك classes of fires، يعني تصنيفات الحريق من حيث انواعها. طبعا احنا ذكرناها في المحاضرات اللي فاتت بس هنراجع عليها على السريع. الحرائق اللي هي من النوع الـ A اللي هي بتعتبر في المواد الصلبه، وحرائق النوع B اللي هي بتكون في المواد البتروليه زي الجازولين والبنزين ومشتقات البترول. عندنا حرائق النوع C دي خاصه بالكهرباء، تمام. عندنا حرائق النوع D اللي هي الحرائق الخاصة بالمعادن زي الألمونيوم والصوديوم والبوتاسيوم وهكذا. عندنا طبعا حرائق النوع كي أو إي، ده خاص النوع ده خاص تقريبا بالمطابخ والحاجات اللي فيها زيوت وشحوم نباتية أو حيوانية وهكذا. عندنا الشكل ده بيوضح لنا يعني إيه ال أنو كلاسز أوف فايرز، تمام، بالرسومات التوضيحية. عندنا بيقول النوع إيه اللي هو التراش وود بيبر، يعني زي الود، الخشب، الملابس، الورق، الرابر، واي انواع البلاستيك، كل ده يعتبر المواد الصلبه. النوع ايه كلاس ايه، طبعا كلاس ايه النوع ده بنطفيه بالميه. عندنا حرائق النوع بي، طبعا احنا قلنا المشتقات البتروليه، طبعا هم فسرها هنا بيقول لك الجازولين والاويل والجريز والاويل بيزد بينت والفليمبل جازز. عندنا حرائق النوع سي اللي هي الالكتريكال ايكويبمنت، طبعا زي غرفه فيها كمبيوتر، غرفه كهرباء، غرفه تحكم مراقبه. عندنا كمان النوع الدي اللي هو الخاص بالغازات، اللي هو الخاص بحرائق المعادن زي الالومنيوم والصوديوم والبوتاسيوم وهكذا. طبعا النوع ده بيكافح بايه؟ بدراي كيميكال او دراي باودر. عندنا النوع كي زي ما قلنا ان هو بيختص بالايه؟ بالدهون النباتيه والزيوت والشحوم والمطابخ وهكذا. هندرس دلوقتي بقى الطفايات من حيث تركيبها، هندرس دلوقتي الطفايه من حيث تركيبها وشكلها العام، وكل نوع من انواع الحريق ما يناسبه من طفايه لايه لمكافحه هذا النوع من انواع الايه الحريق. عندنا ده الشكل العام للطفايه او اغلب الاشكال العامه، ده اغلب الاشكال لطفايه الحريق. عندنا طبعا السهم هنا بيشير لكل ايه، لكل مكون من مكونات الطفايه. لو جينا ابتدينا كده من اعلى الى اسفل، من هنا بيقول لك الاوبريتنج ليفر. الاوبريتنج ليفر اللي هو المقبض اللي فوق ده، المقبض اللي فوق ده مش بيتمسك منه او مش بتتشال منه، لا ده بيتضغط عليه الى اسفل، بيتضغط عليه الى اسفل فتكون باخراج الغاز من الايه، من النوزل، تمام. عندنا اللي تحت منه دي اللي هي اللوكينج بين. اللوكينج بين ده يعني قفل الامان او فتيله الامان، دي طبعا عند سحبها لما بنسحبها كده بيكون الطفايه مستعده في حاله الستيدي ستيت ان هي تكون تشتغل. عندنا اللي تحت منها الهاندل دي او الهاندل دي اللي هو المقبض ده، ده ذراع الحمل، يعني دي اللي انا بقدر اشيل منها، الايد بتيجي من تحت كده وترفع الطفايه، تمام. عندنا طبعا ده بريشر جيج، الجزء المكتوب عليه انستراكشنز، ده الجزء ده بيكون مكتوب عليه طبعا الليبل، مكتوب عليه طيب الطفايه، نوع الطفايه دي هو ووتر ولا CO2 ولا دراي كيميكال ولا ولا ولا، ويكون مكتوب عليه برضو الكلاسيفيكيشن اوف فاير اللي بيكافحها
النوع الطفاية دي، تمام، ويكون كمان كاتب وزنها او الساعة بتاعتها والتعليمات الاستخدام بتاعتها. طيب اخر حاجة طبعا ده الخرطوم بتاع الطفاية، وفي هنا حاجة بنقول عليها الخرطوشة او النوزل بتاع الطفاية اللي بيخرج منه الديسشارج الخاص بالمادة الكيميائية اللي جوه الطفاية. طبعا انواع الطفايات بتختلف من حيث المادة اللي جوه الطفاية، لكن شكل الطفاية ما بيختلفش من بره او ما بيفرقش عن بعضه فروقات كبيرة، الا في بعض الحاجات هنعرفها ان شاء الله مع بعض. هنيجي ل types of ايه extinguishers، انواع طفايات الحريق. انواع طفايات الحريق هما حوالي 5 او 6 انواع، يعني الووتر، الفوم، الكربون دايكسيد، الدراي كيميكال، الويت كيميكال، الدراي باودر. هندرس كل واحدة بالتفصيل ونعرف كل واحدة مكوناتها ايه وبتستخدم في ايه. هنيجي لأول واحدة أو أول نوع اللي هو البشرايزد ووتر اكستنجوشر، يعني طفاية الحريق اللي هي المية، طفاية المية الخاصة بالحريق. طبعا احنا قلنا الكلاس ايه اللي هو حرائق المواد الصلبة زي الخشب والورق والبلاستيك والمطاط وهكذا. فالنوع ده بنطفيه او بنستخدم معاه النوع طفاية الووتر اكستنجوشر. طيب الطفاية دي مكوناتها ايه، خصائصها ايه، هنعرف مع بعض. بنقول الطفاية دي اولا بتكون سعتها 2.5 جالون اوف ووتر، 2.5 جالون يعني حوالي 10 لتر، تمام، عند ضغط معين 150 او 175 بي اس اي، تمام. بيقول لك اب تو 1 مينيت ديسشارج تايم، يعني بيقول لك الطفايه دي بتكون سعتها 2.5 جالون وبتكون الضغط اللي جواها 150 بي اس اي لحد 175 وبتشتغل في حوالي دقيقه. طب في سؤال، هي الميه بتكون مضغوطه؟ الميه بتضغط؟ لا طبعا، الميه انكمبريسبل. طب ايه الفكره فيها؟ الفكره ان بيكون فيها غاز. الفكره ان هي عباره طفايه الميه عباره عن اسطوانه معبأه بالماء تحت ضغط غاز خامل معين، وبتستخدم في اطفاء النوع ايه من الحرائق وهي المواد الصلبه. طب دي بتوفر ايه؟ بتوفر لي خاصيه التبريد، ومنها ما هو بيكون مضغوطه بغاز السي او 2 او النيتروجين او ضغط الهواء العادي لكن بظروف معينه. طب النوع ده بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في حرائق النوع ايه اللي هي المواد الصلبه زي الخشب والورق والمطاط والبلاستيك وهكذا. طب ليه نستخدمه في المواد دي ما نستخدموش في الكهرباء؟ لان طبعا ما ينفعش استخدم في الكهرباء ميه، تمام. طب ينفع استخدم في الزيت او الشحوم او المطابخ ووتر في الفايدنج سيستم؟ ما ينفعش، سواء كان مانيوال او اوتوماتيك او حتى جزء الخاص بالطفايات، تمام. اذا كده النوع الاولاني من انواع الطفايات الحريق. النوع الثاني وهو الفوم اكستنيوشر. طفاية الفوم دي عبارة عن اسطوانة زي ما احنا شايفين كده، طبعا كل اسطوانة او كل نوع بيكون مكتوب عليه على الليبل بتاعه فوق كده اسم الايه، اسم النوع بتاعها، زي ده مثلا كان الفوم سيستم واللي قبلها كانت الووتر سيستم، تمام. طفايه الفوم هي عباره عن اسطوانه معبأه بمواد عضويه تنتج رغوه بخلطها مع الماء، يعني المواد العضويه دي اللي هي تعتبر الفوم عندما نخلطها بشويه ميه او بالميه العاديه بتنتج رغوه. طب الرغوه دي بتعمل ايه؟ بتعمل على عزل سطح الماده المشتعله عن الاكسجين، وتعمل ايه تاني؟ بتعمل تبريد. ليه تبريد؟ لان هي تعتبر فيها ميه، فالميه بتشتغل على جزء الهيت فبتعمل تبريد. طب هي بتشتغل ازاي النوع ده؟ النوع ده بيكون فيه غاز مضغوط، الغاز مضغوط بيكون فيه اسطوانه صغيره او بلب من الزجاج داخل الاسطوانه دي طبعا، فعند الضغط على الجزء اللي فوق خالص ده اللي عليه السهم ده، عند الضغط عليه بيكون فيه زي خرطوشه، الخرطوشه بتضغط على الاسطوانه او البلب اللي جوه فبتكسرها، بيكون جواها غاز مضغوط، الغاز المضغوط بيدخل على الاسطوانه الكبيره كلها من جوه فبيعكر الوسط اللي جوه او بيعمل انتشار، فالغاز لازم يلاقي مخرج ليه، فما بيلاقيش مخرج ليه غير طريق الخرطوم، فبيخرج من الخرطوم بسرعه وبضغط شديد اتجاه الحريق، تمام. يبقى احنا كده عرفنا طفايه الفوم، عشان كده لا ينفع ما ينفعش اطفي حرائق الاجهزه الكهربيه بيها. ليه؟ لان هي برضه تعتبر فيها ميه زيها زي الايه، زي الووتر، تمام. عندنا الكربون دايكسيد اكستنجوشر، هي طفايات الحريق الخاصه
من النوع CO2، ودي عبارة عن اسطوانة مختلفة بعض الشيء عن بعض اسطوانات الايه الاخرى. هي الاسطوانة دي بتكون مميزة شوية ان هي بتكون يعني اتقل في الوزن من الاسطوانات التانية، ولما بشغلها بتعمل صوت، يعني بتكون صوتها شديد شوية لما استخدمها. طب الاسطوانة دي ايه خصائصها؟ خصائصها انها بتستخدم مع النوع بي من الحرائق، يعني بي او سي من الاخر، اللي هي حرائق الكهرباء تمام، او حرائق المواد البترولية تمام. فعشان كده مميزة انها بتستخدم الحاجتين. طيب سعتها بتكون برضو حوالي 10 لتر، بتشتغل في زمن من 8 ل 30 ثانية، وطبعا عشان الغاز بينتشر بسرعة تمام، فهي بتخلو من الغاز بسرعة، يعني بتفضى بسرعة في خلال يعني أكتر حاجة 30 ثانية. طيب هي إيه، متعبية بغاز ثاني أكسيد الكربون بس ولا في غاز تاني؟ هي طبعا متعبية غاز ثاني أكسيد الكربون فقط تحت ضغط عالي عشان يكون غاز سائل. فعند فتح الأسطوانة ينطلق الغاز، بتكون درجة الغاز عند الانطلاق حوالي 76 درجة تحت الصفر، عشان كده بيتكثف، فبيعمل على خنق اللهب وتبريد درجة الحرارة الخاصة بالمكان. طب ايه النوع ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في حرائق النوع بي او سي، الحرائق المواد البترولية زي البنزين والجازولين والزيوت البترولية، الحرائق الكهربائية والمعدات. في سؤال، طيب هل ينفع استخدم طفاية السي او 2 في حرائق النوع الاول اللي هو حرائق المواد الصلبة ولا ما ينفعش؟ يعني ممكن نقول ما ينفعش الا في حالة واحدة. هنقول ما ينفعش ليه؟ هنقول ما ينفعش لانه لو استخدمته ده غاز، يعني هيعمل على تطاير وازدياد اللهب وليس اخماد الحريق، يعني هتيجي توجهه ناحيه اللهب هيقومه او هيطير الحاجه فهيودي اللهب لكذا مكان. طيب الا في حاله واحده، ايه هي الحاله الواحده؟ هنقول لو كميه السي او 2 اللي في الاسطوانه كبيره، يعني اسطوانه كبيره من السي او 2، او المكان اللي فيه الحريق مكان مغلق، بحيث ان السي او 2 نسبته تتغلب على نسبه الاو 2 الاكسجين الموجوده في المكان، فيتغلب عليها السي او 2 وتطفئ الحريق. يبقى ده كده النوع الثالث اللي هي طفاية السي او 2. عندنا الطفاية النوع 4 اللي هي الباودر، الدراي باودر اكستنجوشر. طيب الطفاية دي بتعتمد على ايه او فكرة عملها ايه؟ الطفاية دي بيكون فيها بودرة جافة، هي من اسمها دراي باودر، بودرة جافة، وبتستخدم في حرائق النوع A و B و C والالكتريكال فايرز، يعني كمان هي فيها كل، يعني تعتبر بتطفي كل الانواع. طب دي هي دي اساسا اكتر الانواع شهره من الطفايات، هي دي اللي بتكون موجوده في العربيه وعلى المكاتب وعلى الغرف العاديه وفي الممرات وهكذا. طيب الطفايه دي عباره عن ايه؟ الطفايه دي عباره عن اسطوانه متعبيه بالبودره الجافه تمام، بتستخدم لجميع انواع الحرائق على وجه العموم، هتعمل على عزل سطح الماده عن الايه، عن الاكسجين. تركيبها، طيب يعني تركيبها بيكون جواها ايه؟ طبعا بيكون جواها بودره كيميائيه او جافه اللي هي مسحوق، وبتعمل بضغط الغاز، يعني المسحوق ده ايه اللي هيخرجه غير غاز مضغوط؟ لما البلب بيتكسر فالغاز بيخرج فبيطلع البودره من الخرطوم، ده برضه بيكون غاز اما سي او 2 او النيتروجين، يعني اما غاز ثاني اكسيد الكربون يا اما الايه؟ النيتروجين. دي كانت الدراي باودر. عندنا حاجه اسمها الدراي كيميكال. طب ايه الفرق بين الدراي باودر والدراي كيميكال؟ الدراي كيميكال بخاصة برضو بنفس الحاجة، هي بتطفي الحرائق النوع A و B و C وحرائق الكهرباء، ودي بتكون برضو نفس المواصفات، بتكون 10 جالون، 2.5 جالون اللي هي حوالي 10 لتر، وبتستخدم في حوالي من 8 ل 25 ثانية، يعني أقل من 30 ثانية بتكون الأسطوانة كلها مفرغة تمام، وبتكون مضغوطة بضغط غاز اخر، ضغط غاز اخر زي النيتروجين او ثاني اكسيد الكربون. يعني هي النوع ده من الاسطوانات زي الدراي باودر بالظبط، بل انها يعني اشد منها، لانها بتحتوي على قاعده من بيكربونات الصوديوم او بيكربونات البوتاسيوم، ودي بتعمل ايه؟ دي بتعادل قدره الوسيط فبتقدر تتغلب على الحريق. عندنا طبعا دي الدراي كيميكال، عندنا منها الويت كيميكال. الويت كيميكال دي بستخدمها في ايه؟ يعني بستخدمها في النوع اللي هو بقى اللي هو النوع الصعب، اللي هو نوع الزيوت والشحوم النباتية والحيوانية والمطابخ والحاجات اللي احنا بنقول عليها دي. طيب النوع ده اساسا بتكون ايه؟ بتكون دي طفاية فيها مواد عضوية كيميائية بتنتج رغوة برضو بواسطة التفاعل الكيميائي. طب الرغوة دي ليه مش كاتبين عليها فوم؟
لان هي مش موجوده من مش مكونه من ماده الفوم الاساسيه، بس هي مواد عضويه كيميائيه اختلاطها مع بعضها بينتج رغوه بواسطه التفاعل الكيميائي، والرغوه دي بتندفع للخارج بواسطه الضغط الناتج عن التفاعل. يعني النوع ده ما فيهوش غاز، ما فيهوش غاز ضاغط المسحوق اللي جوه او الماده اللي جوه، بل ان ضغط التفاعل نفسه، التفاعل نفسه بيعمل على ضغط المواد الناتجه عن التفاعل وطردها خارج الاسطوانه عبر خرطوم الرش او عبر الايه الخرطوش. طب الاستخدام من النوع ده يعني بيطفي في ايه؟ احنا قلنا طبعا خاص بالنوع الكي اللي هو المطابخ، او اللي هو الايه الخاص بالايه بالمطابخ والزيوت والشحوم الحيوانيه والنباتيه، وكذلك زيوت الايه الطهي. طيب انا كده عرفت كل انواع الطفايات، انا عايز بقى اعرف يعني ازاي اعرفهم كده من بعيد، او ازاي اعرفهم يعني انا في مكان، ازاي احط حاجه مكان حاجه واوزانهم واشكالهم وهكذا. احنا بنقول ان اي طفايه، اي طفايه عشان تكون عارفها يعني، اي طفايه فيها عداد اللي هو الجيج بريشر دي تعتبر مش سي او 2، يعني السي او 2 لا تحتوي على الجيج بريشر زي ما احنا شفنا هنا في السي او 2. سي او 2 هنا بيقول ايه؟ نو هاز نو بريشر جيج، يعني ما فيهاش بريشر، ما فيهاش عداد ضغط هنا. دي النوع الوحيد اللي ما فيهوش ايه؟ اللي ما فيهوش عداد، اللي ما فيهوش عداد ضغط. اي طفايه تانية فيها زي الدراي كيميكال، الدراي باودر، الفوم، الووتر. طيب السعه التخزينيه او الاوزان العامه، يعني الاوزان العامه المنتشره الكومنتس في الموضوع ده بيكون ايه؟ بيكون عندنا الاوزان العاديه بتبدا طبعا في كيلو 2 كيلو 3، يعني الحاجات الصغيره دي بتكونش خاصه بالطفايات، بتكونش خاصه بالاماكن، بتكون خاصه بالالات. يعني مثلا على مكنه، على عربيه، تمام، بيكون فيها طفايه صغيره 2 كيلو كده. بينما الاوزان الشائعه الاستخدام هي ال 6 كيلو جرام، ال 9 كيلو جرام، ال 10 كيلو جرام، ال 12، ال 25، ال 50، وطبعا في اعلى من كده، بس دول الشائعة. يعني في أقل من كده وفي أعلى من كده، يعني من 6 ل 50، 6 9 10 12 25 50. الستة دي بتكون يا إما دراي باودر أو دراي كيميكال، وطبعا التسعة بتكون فوم، والعشرة سي أو تو، الاتناشر بتكون دراي كيميكال، وفي 12 برضو سي أو تو. طب عندي، لو عندي بقى أكتر من 12 كيلو، يعني لو عندي اسطوانة طفاية حريق اكتر من 12 كيلو، دي طبعا بتبقى تقيله ان الواحد يشيلها، اللي هي 25، فبتكون على عجل اللي هو زي العربه كده، كاريتش او الايه الترولي، تمام. طبعا انا لما باجي اعمل ديزاين في مكان وعايز احط فيه الطفايات، هي ملهاش عدد بالظبط في المكان، لكن في حاجه اسمها الكفرج اريا. الكفرج اريا طبعا احنا خدناها في الجاز وفي الووتر، ان هي بتغطي مساحه قد ايه. طب انا دلوقتي عندي مثلا ممر او طرقه وعايز اغطيه كله بالطفايات، فانا بحط على كل، بخلي على كل غرفه من بره من عند الباب طفايه. طبعا طفايه بما يناسبها، يعني لو هي غرفه معدات كهربائية أو غرفة محولات ما ينفعش أحط عليها الووتر، أحط عليها طبعا حاجة زي السي أو 2. وطبعا لو هو مطبخ مثلا أحط عليه من بره، أحط عليه الويت كيميكال أو الفوم. الفوم لو في مثلا إيه مخزن بترول، مخزن مواد بترولية، تمام. طب إيه بقى الكونسيبت اللي أنا بشتغل عليه؟ أنا بشتغل على إن المسافة بين الطفاية والطفاية اللي بعدها 10 متر. يعني من الاخر بحط كل 10 متر طفايه، لان لو انا عندي مثلا طرقه كبيره او مكان كبير وعايز اوزع فيه طفايات، فالمالك مثلا او انا هوزع الطفايات ازاي، فانا بخلي على كل 10 متر طفايه. طيب نفترض بقى يعني ان انا عايز اقلل الطفايات شويه، فبدل 10 متر ينفع اخليها 15، ينفع اخليها 20، ينفع، بس ما ينفعش ازود عن 22، ما ينفعش ازود عن 22 متر. طب 22 متر طبعا ما ينفعش تزيد عن 22 متر، لكن ينفع تقل، فانا طبعا كده شغال في الامان، ان انا كل 10 متر بحط ايه؟ بحط طفايه. طبعا عندنا الطفايه، الجسم الطفايه نفسه من بره بيكون مصنوع من ماده الستانلس ستيل على حسب نوع الماده المضغوطه داخل هذه الاسطوانه. وطبعا الطفايات بتتصنع على حسب
يعني البودي سلندر بتاع الطفاية من بره بيتصنع وبيكون خصيصا للطفايات، وطبعا بيبقى ليه ضغط تشغيل سواء بقى مثلا 50 بار 100 بار على حسب المادة المضغوطة داخل الطفاية. احنا كده عرفنا الطفايات واستخداماتها وانواع الحرائق المستخدمة فيها، عايزين نعرف بقى ازاي بنستخدم الطفاية. فبقول لك في الطفايات يعني عاملين قاعدة كويسة اسمها قاعدة باص، ان انت ايه عشان تفتكرها يعني او تتذكرها على طول، بقول لك ريممبر الباص بول ذا بين ايم ذا نوزل سكويز ذا هاندل سويب سايد تو سايد اند بيز ان ذا فاير اوف ذا فاير. هنشوف الشكل موضح لنا اكتر. طبعا باص حرف البي حرف الاي حرف الاس دبل اس. تمام، اول حاجه بالصوره هنا بيقول لك ايه بول ذا بين، يعني انزع انزع الفتيله فتيله الامان اللي في الايه اللي في الدراع من فوق. تمام، بعدين بيقول لك ايم ذا نوزل ات ذا بيز، يعني وجه وجه النوزل اللي هو في الخرطوم او الخرطوش اللي في الطفايه على اسفل الحريق. ليه من كافح الحريق من اسفل لاعلى؟ لان انا لو كافحت الحريق من اعلى لاسفل طبعا هكون بحارب اللهب، واللهب هو في الهواء يعني مش ماسك في المواد في الماده اللي هي مشتعل فيها في الفيول نفسها. تمام، تالت حاجه بقول سكويز ذا ليفر سلولي، يعني هضغط على الليفر اللي هو اللي فوق، اللي فوق ده اللي هو بضغط عليه بيطلع بينطلق الماده الكيميائيه على طول او الغاز، يعني هضغط على اعلى نقطه اللي هي النقطه اللي هي فوق الهاندل هنا عشان تتوجه ناحيه الايه الحريق. اخر حاجه بيقول لك سويب فروم سايد تو سايد، يعني بيخلي بيقول لك اعمل زجزاج وانت بتحرك الاسطوانه، يعني رايح جاي كده عشان ما تكونش الحريق تاثيرها في مكان واحد وتقاوم كل الايه كل الاماكن. وطبعا ده عندنا هنا وفي معانا هنا فيديو بيوضح ازاي بنقاوم الحريق من البدايه للنهايه. طبعا هنا بيقول لك قم بقراءه الارشادات، قم بقراءه الارشادات الموجوده. طبعا انا هعرف منها نوع الطفايه فيها ايه، وطبعا بتستخدم النوع ايه طبعا على اساس ان انا مش عارفها، فانا طبعا عارفها فانا هستخدمها على طول. تمام، طبعا دي كانت طفاية فوم، فانا بتأكد ان الضغط والضغط المطلوب موجود. تمام، بفحص هنا عدد الضغط. مصلحية الطفاية ارفع القاعدة. تالت حاجة بخلع طبعا الخرطوم بيكون جاهز، وهنا وهنا نزعت الامان، وجه القاذف نحو وشيت وجه القاذف نحو الهدف، وابتدى يدوس على الدرع من فوق وكده بيكون بكافح الحريق. كده نكون وصلنا لنهاية محاضرة النهاردة اللي كانت متعلقة بالفاير اكستنجوشر أو طفايات الحريق اللي هي في الجزء المانيوال من الجاز سيستم. إن شاء الله في المحاضرة القادمة هنبدأ نشرح مع بعض الأوتوماتيك سيستم سواء خاصة بالCO2 أو الـ FM200. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.